السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع أو أداة تقدر أنت تسطبها عندك وتبقى موجودة على المتصفح بتاعك، بحيث لو أنت بدأت ميتينج مثلا على جوجل كروم أو على ميت أو على تيم، أي برنامج من البرامج ديت، هو أوتوماتيك موجود معاك كأنه حد مثلا دخل معاك الميتينج ويبدأ يسجل لك الكلام كله، تمام؟ وبعد كده يحول الصوت دوت لنص بحيث أن أنت تقدر تقراه، يلخصه لك، يديك اهم النقط الموجوده، لو في حد يعني جاب سيرتك يعمل لك يعني تاج ان في حد اتكلم عنك، فتقدر ان انت تعمل تنزيل للكتابه سواء تيكستي او اس ار تي، تقدر تنسخ الكلام دوت وتبعته في ايميل او وسائل التواصل الاجتماعي، تقدر تدور على كلمه انت عايزها، تقدر مثلا لو الميتنج كله كان بالاسباني تقدر تقول له انا عايز ترجمه بالعربي. فهو موقع ممتاز جدا، أداة سهلة جدا في العمل، تقدر إن أنت تسطبها عندك على المتصفح بالشكل دوت، وتقول له مثلا عايز الكلام المكتوب، عايز ملخص للحاجة، شورت سامري. ممكن تسأل الذكاء الاصطناعي، يعني خلاص هو أخد التكست، وتقول له مثلا طب إيه ملخص الكلام، طب أوضح لي النقطة ديت. فأداة ممتاز جدا، بقى عندك ذكاء اصطناعي جوه الميتنج، كان في سكرتير تبعك موجود في قلب الميتنج بيسجل لك الحاجة ويلخصها لك ويجاوب على الأسئلة بتاعتك وكل حاجة، فتقدر تسأله ويبعت لشات جي بي تي ويبدأ إن هو يديك الإجابة الأفضل أو الإجابة اللي توفر عليك الوقت. أتمنى إن شاء الله تعجبكم الأداة ديت. طيب تعال نشوف السعر. تمام، في مجاني اهوت، 10 اجتماعات في الشهر، 5 AI كريدت مجاني، البرو $8 بس، بيديك unlimited meeting transcriptions و10 AI كريدت في الشهر وهكذا.